لأول مرة في محافظة كفر الشيخ نشوف الحاجات الحلوة دي. طلبة وطلاب ثانوية عامة جايين عشان القوافل التعليمية. القوافل التعليمية لأساتذة البرامج التعليمية في القنوات الفضائية. حرص كبير من الدكتورة أبو سينا كشك وكيل وزارة التربية والتعليم علشان تدعو الطلاب والطالبات. صورنا فوق ودول لسه جايين دلوقتي علشان يستكملوا كمان. يا دكتورة، توفير أتوبيسات من المديرية لنقل الطلاب، تقديم خدمة تعليمية متميزة. طبعا أستاذ سيد مشرف القافلة طبعا على دماغ من فوق أستاذنا، تقول إيه لطلابي؟ عايز أقول لطلابي أولا ولادي وبناتي كل سنة طيبين، وإن شاء الله يكون هذا اليوم يوم موفق بالنسبة لكم النهاردة وبكرة إن شاء الله في وجود القافلة التعليمية اللي بيرأسها الأستاذ سيد مصطفى. طبعا احنا بنشكره جدا جدا لخدمة ولادنا، وبشكر جميع فريق القافلة التعليمية والأساتذة المتخصصين اللي الطلبة بيحبوهم وجايين عشانهم، إنهم بينفعوا ولادنا وجايين من القاهرة في سفر في جو صراحة ربنا يعينهم يعني علشان يخدموا ولادنا ويقدموا لهم الخدمة التعليمية المجانية، علشان نقول كلنا ان احنا عايزين نستفاد من هذه الخدمة، نستفاد من خبرات المدرسين المتخصصين اللي الطلبة بتحبهم. هم دول ولادنا بتوع الثانوية العامة ان شاء الله بتوع كفر الشيخ جايين عشان يستفادوا، وان شاء الله يطلعوا اوائل الجمهورية باذن الله، وده املنا واملنا في يوم. استاذ سيد، انت شايف كده وانا شايفك كده، هون يعني بتبص على الوجوه وتقول قاعدين معاكم لبالليل ان شاء الله زي ما هم عاوزين الطلبة، احنا قاعدين معاهم، احنا جايين عشانهم وقاعدين عشانهم. وعايز اشكر الدكتوره حسينه كشك واشكر وزاره الشباب والرياضه على دعمهم للقوافل التعليميه. شكرا للدكتور عزت مدير مديريه الشباب والرياضه في كفر الشيخ، شكرا للدكتور طارق شوقي، شكرا للدكتور اشرف صبحي على دعمهم للقوافل، شكرا لطلاب كفر الشيخ. واحنا ما كناش متعودين منهم ان هم يبخلوا علينا بالحضور من سنوات معاهم، فشكرا ليهم على الحضور، وعايزينهم بكره يكثفوا عشان مجموعه المدرسين المتميزين اللي موجودين معانا، يا ريت يستفيدوا منهم عشان ده لصالحهم هم مش لصالح حد تاني. تخلي بال حضرتك الدكتور ابو سينا شد علينا كاعلام جامد، احنا لازم ندعو للطلاب عشان يجوا، وبالفعل في استجابات كتيره وربنا يديكم الصحه. سياده النائب يقول رايه، فين سياده النائب عبد الله يقول رايه؟ سياده العميد ايمن عبد الله عضو مجلس النواب، دايما شايف الوجوه وشايف حرص التربيه والتعليم على تقديم خدمه تعليميه للطلاب، راي معليك؟ والله يعني انا مش شايفين احنا لامسين على الارض ما يقوم به قيادات التربية والتعليم في قصر الشيخ، وخاصة السيدة وكيلة الوزارة شخصية أكاديمية متخصصة في إدارة العملية التعليمية. شايف إن هي عملت طفرة كبيرة جدا، بتعمل إضافات على مستوى المحافظة. اللي أنا شايفه النهاردة قدامي فكر قيادي انطبع لدى أبنائنا الطلاب، حدث عندهم اقتناع كامل بفكرة الاستفادة، تناغم ما بين قيادات الوزارة وما بين القيادات الإقليمية لصالح العملية التعليمية، لأن إحنا نضع أولادنا على الطريق الصحيح في طريقة التعامل مع الامتحان وكيفية التحصيل بشكل يفيد الطلاب ولادنا على مستوى المحافظة. أنا بصراحة شايف نقلة نوعية كويسة جداً على مستوى المحافظة، آمن أن يستفيد أبنائنا من هذه النقلة النوعية في مجال التعليم، وخاصة أبنائنا من طلبة الثانوية العامة، مرحلة تحديد المصير بالنسبة ليهم جميعاً. دعواتنا بالتوفيق للجميع، كل الشكر لقادة العملية التعليمية في كفر الشيخ، والإضافة اللي عملتها الوزارة بالتناغم مع القيادات المحلية في القطاعات الجغرافية شيء رائع، شيء جميل جدا. أشكر الجميع على هذا التناغم والتفاهم ما بين القيادات التعليمية بالوزارة وفي كفر الشيخ، وعلى استجابة ولادنا الطلاب واقتناعهم بالفكرة. أشكركم وتحياتي. شكرا لكم. شكرا.